شباب نذروا أنفسهم فداء للوطن وسخروا كل إمكانياتهم الذاتية لخدمة أبناء الوطن. المعتصمون السلميون وبعد انتقال وباء كورونا للعراق أخذوا على عاتقهم القيام بحملات تطوعية ومنها صناعة الكمامات، وذلك للحد من انتشار الوباء. ما يقارب شهر تقريبا لا زال الشباب مستمرين بتصنيع الكمامات تماشيا مع الأزمة الحالية التي يمر بها البلد، وذلك بسبب فيروس كورونا. وإن شاء الله الشباب مستمرين، وإحنا باقي عمل تقريبا يعني شفتين باليوم الشباب جاي يشتغلون وساعات عمل متأخرة من الليل، ومستمرين إن شاء الله لحين القضاء على الفيروس. أولا أحيي قناة التغيير المميزة عندي طبعا أني على جهودها، جاي بذلون جهد يعني صار سنين هنا كربلاء. أنا طوعت خيط الكمامات، سمعت قالوا الكمامة صايرة غالية وزخم يعني عليها. القائمون على هذا المشروع أكدوا إنتاجهم 2000 كمامة يوميا بمساعدة العائلات الكربلائية، وبعدها تذهب هذه الكميات لدائرة صحة المحافظة من أجل تعقيمها وتوزيعها على المواطنين مجانا. إنتاج من 1500 إلى 2000 ننتج باليوم كمامة. بالنسبة للتبرع، تبرع ذاتي هو التطوع هنا أنا موجودين عمال ويانا وشباب متطوعين، وعندنا كذلك متطوعين من خارج الساحة من أمهاتنا وخواتنا ونسواننا الطيبات. حقيقة باشرنا بخياط الكمامات قبل شهر تقريبا من ساحة الأحرار، وبالبداية انتجنا عدد لا بأس فيه، لكن هسه لحد الآن يعني نوصل تقريبا 2000 كمامة يوميا من داخل ساحة الأحرار، وأيضا من دعم من أمهاتنا وخواتنا من البيوت الكربلائية. لسان حال الشباب يقول: نكون حيث يحتاجنا الوطن، وإن كان الثمن أرواحنا، فبالأمس تظاهرنا واليوم تطوعنا، وما زلنا على نهج شهدائنا سائرون. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.